مدمن على التدخين وبغيت نحيده في هاد الايام قبل ما يدخل شهر رمضان، هل التدخين حرام ام هو مكروه؟ في الحقيقه لا خلاف بين الساده العلماء. نعم. ما عمر ما قالوا مكروه. نعم. السادة العلماء منذ القديم يقولون بأن التدخين حرام لما فيه من أضرار ولأنه من الخبائث بدأ، والله سبحانه يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. سؤال يتكرر. نعم. أكثر من مرة سنوضحه إن شاء الله تعالى. ربما سنأتي على بحلقة إن شاء الله نوضح في هذا الأمر. خصنا نبينوا هذه. نعم. هي كاين فتوى ديال هيئة علماء المسلمين. نعم. سنوضح إن شاء الله جليا لكي نقول في هذه العجالة والوقت يعني. نعم. يداهمنا بأن حرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك من هذا الفعل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرك باش تقلع على هذه الآفة وعلى هذا الإثم اللي هو التدخين. وهذه فرصة، هذه فرصة أخي الكريم سي محمد النبيل، فرصة ديال رمضان باش الإنسان يقلع عن هذه الآثام من شرب خمرين ومن غير. واحد النقطة نبينها، راه كاين واحد الاعتقاد عاوتاني فاسد تيقول لك أسيدي خصنا نقلعوا على الخمر 40 يوم قبل. 40 يوم 40 يوم قبل رمضان، ف 40 يوم ولا نهار ولا يومين فيبقى الخمر حراما سواء 40 ولا 400 يوم. نعم. فهو حرام إلى يوم القيامة لقول الله عز وجل حرام. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه. نسأل الله العافية.